الفكار يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة ثانية متوسط في تكملة لدروس الكتاب المدرسي. إذن سنبتدئ اليوم إن شاء الله بهذه الصفحة، صفحة 88-89، فلنبتدئ على بركة الله. دائما نبتدئ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نبتدئ هذه الصفحة، صفحة 88، وهي راح نتعرفوا على بعض المفردات يجب حفظها لأنها دائما ما يسأل عليها في الفرض أو في الاختبار. إذن بسم الله. Répond aux questions. Je choisis les bonnes réponses. اختار الإجابات الصحيحة. Cette fable est présentée sous forme. هذه القصة يعني la fable هذه est présentée عرضت تحت شكل de vers بمعنى بيت شعري de BD يعني bande dessinée اللي كنا تعرفنا عليها في القصص الماضية de paragraphe يعني فقرات ou bien de dialogue يعني حوار. إذا بطبيعة الحال رانا في البيد. C'est l'histoire d'un chien et d'une tortue, ou bien d'un lièvre et d'une tortourelle, ou bien d'un lièvre et d'une tortue. Dans la deuxième vignette, la tortue propose au lièvre de faire une course. Il lui répond. La tortue propose au lièvre de faire une course, يعني باش يديروا سباق. Et le lui répond, يعني الأرنب أجابها, avec gentillesse, يعني بلطف, avec moquerie, بسخرية, avec méchanceté, يعني بأسلوب شرير, avec assurance, يعني بكل ثقة. إذن بطبيعة الحال كان جوابه بسخرية. إذن نمر إلى السؤال الموالي. Dans la troisième vignette, que pense chacun des animaux? في الصورة الثالثة, ما الذي يفكر فيه؟ كل من الحيوانات يعني الأرنب والسلحفات. إذن دو لا فينيات نيميرو 3، إذن بالنسبة للسلحفات لا تورتو بونس كال دوا أغيفي لا بروميير، السلحفات تفكر بأنه يجب عليها الوصول في المرتبة الأولى لا بروميير. أما بالنسبة للأرنب لو ليفغ، هنا خطأ مش لا، لو ليفغ بونس كو لا تورتو إي تالمو لونت كيلا لو تون دو مو روبوزي ou bien de se reposer. إذن le lièvre هنا راه يفكر بأن السلحفاة بطيئة جدا وعنده الوقت باش يدي قيلولة ou bien أنه يرتاح. Troisième question. Finalement, في الأخير, la tortue gagne la course. السلحفاة ربحت السباق. Indique la bulle qui exprime la colère du lièvre. يعني في الأخير السلحفاة ربحت السباق، بين لنا الفقعة هي la bulle التي تعبر عن غضب الأرنب. إذن هذه هي الصورة التي تبين غضب الأرنب هنا دو لا فينيات نيميرو 4. إذن il s'agit de la bulle zut. Zut يعني اللعنة أو صيغة للاستهجان، يعني صيغة تاع الخسارة zut que l'on trouve dans la dernière vignette، والتي نجدها في آخر صورة dans la dernière vignette. إذن une bande dessinée est une succession d'images. البوند ديسيني هذه يعني القصة هذه المصورة هي عبارة عن تتابع صور organisée pour raconter une histoire، يعني منظمة باش نقصوا قصة de personnages تاع أشخاص. Elle est présentée sous forme de dessin، يعني تعرض على شكل رسم pour apprendre le lexique de la BD، باش نتعلموا مفردات لا بي دي. Voici ce que tu dois savoir. إليك ما الذي يجب معرفته. هذه راح نقراوها، يجب عليك حفظها 100% لأن دائما ما تطرح في الفروض. إذا لا بي دي دائما تكون على الشكل التالي. أول شيء هذه نسموها اون بلانش. لا بلانش يعني نقصد بها هذه اللوحة. هذه هي نسموها لا بلانش أو بيان اون بلانش. دوزيامون هذه ان كارتوش. ان كارتوش هي كلمات لو ناراتور يعني الراوي. الراوي هنا يكتب يعني لو ليافر سو موك دو لا تورتو سيلسي لو لونس ان ديفي. الارنب استهزأ بالسلحفات
هذه الأخيرة اقترحت عليه تحدي، هذه راه يقص فيها الراوي، إذا نسموها ان كارتوش. troisièmement une vignette، فينيات هذه هي الصور المصغرة، يعني هذه هي la vignette. les personnages هما الشخصيات، إذا نحن عندنا le lièvre وعندنا la tortue. la bulle de pensée، la bulle de pensée يعني فقاعة التفكير اللي راها بالنسبة للسلحفات وتجي على شكل سحابة. أما بالنسبة la bulle de rêve يعني فقاعة الحلم اللي هنا ثاني أيضا على شكل سحابة، لكن هنا راه نائم يعني فقاعة الحلم، وهذه فقاعة التفكير واش راها تفكر السلحفات. الأمر الآخر هي la bulle de parole، إذا فقاعة الكلام يعني واش راه يقول الأرنب ولا السلحفات. الملاحظة هنا أن la bulle de parole شوف الشكل نتاعها، أما la bulle de rêve ولا bulle de pensée على شكل سحابة نياج. الكلمة الأخيرة هي une onomatopée، تعرفنا عليها هي المحاكاة الصوتية. إذا une onomatopée تعبر عن المحاكاة الصوتية، مثلا اي يعني الدلالة على الألم، وبيا آ للدلالة على الخوف، أو هنا أيضا زوت لما قالها الأرنب. إذا أعيد القراءة فقط: une planche، un cartouche، la bulle de parole، une onomatopée، une vignette، les personnages، la bulle de pensée، la bulle de rêve. إذا هذا لازم تحفظوهم وتعرفوهم لأنه دائما ما تطرح في الفروض. إذا هنا وصلنا إلى آخر هذه الصفحة. J'écris dans mon cahier، أكتب في كراسي. Rien ne sert de courir، il faut partir à point. يعني هذا عبارة عن موعظة تحدي القصة، بمعنى أنه لا جدوى من الركض، يجب الذهاب قدما، بمعنى أنه لا تتعجل في عمل شيء، خذ وقتك بقدر الإمكان لأداء وظيفتك أو مهمتك. إذا كان هذا بالنسبة لهذه الصفحة، نمر إلى الصفحة الموالية، صفحة التمارينات، إذا la page 89. إذا ركز معي جيدا. Je choisis la bonne réponse. أختار الجواب الصحيح. Dans une bande dessinée, on raconte une histoire sous forme de. يعني في la bande dessinée يعني هذه القصة المصورة، دائما نحكي القصة تاعنا تحت شكل un texte يعني نص، ou bien un dessin et un dialogue رسم وحوار، أو un dialogue uniquement يعني حوار فقط. إذا بطبيعة الحال هي عبارة عن رسم وحوار. Un dessin et un dialogue. Les paroles de dialogue, يعني كلمات الحوار, sont écrites dans un cartouche, une bulle, une vignette. إذن دائما تكتب une bulle, يعني داخل فقاعة. Un mot représentant un son est appelé. كلمة تقدم لنا صوت تدعى une onomatopée ou la une musique ou la une parole. إذن بطبيعة الحال une onomatopée اللي سميناها المحاكاة الصوتية. Les paroles du narrateur يعني كلمات الراوي sont placées تكون يعني dans une bulle يعني داخل فقاعة، dans le dialogue داخل الحوار، ou bien dans un encadré rectangulaire بمعنى داخل مستطيل مؤطر. إذا بطبيعة الحال داخل هذا المستطيل dans un encadré rectangulaire. نمر إلى السؤال الثاني. Je relis chaque expression à sa définition. يعني نربط كل تعبير مع تعريفه. إذا كتبت هنا باش تكون الشكل أوضح، ركز معي. image encadrée d'une bande dessinée يعني صورة مؤطرة للقصة المصورة هذه، وين تكون بطبيعة الحال une vignette. Les paroles des personnages sont placées dans une. كلمات الأشخاص دائما ما توضع في une bulle dans une bulle. ensemble de vignettes dans un cadre. مجموعة من الصور dans un cadre، وين تكون في اللوحة هذه كل لوحة سميناها une planche. un mot pour imiter un bruit ou un son s'appelle une. يعني كلمة باش نقلدوا بها الفوضى ولا صوت نسموها une onomatopée يعني المحاكاة الصوتية. le narrateur اللي هو الراوي raconte l'histoire يحكي القصة. décrit les personnages ويصف الأشخاص. dans un encadré qui s'appelle في إطار يسمى un cartouche. إذن هذه ما عليك إلا قراءتها والتمعن فيها لكي تستفيد منها.
نمر الى السؤال الثالث. جو شوازي لا بون ريبونس، اختار الجواب الصحيح. سارتان بول، بعض الفقاعات، sont en nuage، يعني على شكل سحابة. Cela signifie que les personnages، هذا يعني بأن الشخصيات، parle، تتكلم، pense، rêve، تفكر أو تحلم، sont en colère، أو أنها في لحظة غضب. إذا بطبيعة الحال كما تعرفنا عليها قبل قليل، أنه يعني لحظات التفكير أو لحظات الحلم، اللي سميناها les bulles de rêve ou bien les bulles de pensée. وتجي دائما على شكل سحابة، نياش. Quatrième question. Je relie chaque onomatopée à sa signification. يعني أربط كل محاكاة صوتية بالتعبير نتاعها. Admiration بمعنى إعجاب. Acclamation يعني ترحيب أو ابتهاج. Bruit بمعنى فوضى. Cri du canard يعني صوت البط. Frapper à la porte يعني دقو على الباب. L'onomatopée toc toc, crac, coin coin, wow, aura. إذن admiration تاع الإعجاب هي واو، acclamation هي aura. Bruit الفوضى دائما تكون crac. Cri du canard صوت البط coin coin. Frapper à la porte دق على الباب هي toc toc. إذن هذه l'onomatopée راح يطلبوا منكم في الفروض إن شاء الله، هيقول لك أنك لازم تدير لي onomatopée، يعني تتخيل الصوت هذاك وتديره. Cinquièmement, je dessine trois bulles. Arsem thalath fuqaat. Je remplis chacune par wa amla kulla wahida bi. Des paroles, des personnages dans la première bulle. يعني في الفقاعه الاولى نملاها بكلمات الاشخاص. والفقاعه التي تحمل كلمات الاشخاص تكون على النحو التالي بهذا الشكل. B. Des pensées يعني افكار. Des rêves يعني احلام. Dans la deuxième bulle. يعني الأفكار والأحلام دائما متكون على الشكل هذا، الشكل سحابة نياش. أما الأخيرة une onomatopée dans la troisième bulle، onomatopée تكون على الشكل هذا. إذا نحاول تشفع الأشكال هذه، هذه نديرو فيها لي باغول تاع لي بيرسوناج، وهذا نديرو فيهم لي بونسي أو بيان لي غاف، وهذا نديرو فيهم الأصوات الناتجة اللي سميناهم onomatopée. إذا راح نعطيكم أمثلة على الشكل هذا، ركز معي جيدا. إذا Prends garde, يعني احذر. Je suis le roi des animaux. أنا ملك الحيوانات. هذه عبارة عن مقولات. Les paroles. أقوال. أما بالنسبة للسحابة هذه اللي سميناها les bulles de rêve ou bien les bulles de pensée. راح ندير فيها. Comme les belles. ما أجملها. Je serai un héros. سأكون بطلا. يعني هذا راح يفكر. يعني les bulles de pensée. أما في الأونوماتوبي دائما ما ندير فيها عبارات المحاكاة الصوتية، مثلا بوم يعني صوت انفجار القنبلة، أو أوف يعني للتأفف. إذا هذه هي أمثلة على هذه الفقاعات المطلوب ملؤها. إذا في آخر الفيديو هذا أعطيكم مثال آخر من قصة مصورة. مثلا لافاش مي ألي فور سات غونوي، لكنها مجنونة هذه الضفدعة، يعني هي راه تفكر على شكل سحابة. أما لما تكون تتكلم نديرها على شكل بيضاوي، إذا لا غونوي. Enfin غروس، وفي الأخير أنا يعني زاد الحجم تاعها. أما هذه سميناها أونوماتوبي أوف. إذا نمر إلى الشكل الثاني. Bonjour mademoiselle غونوي، comment vas-tu؟ Que fais-tu؟ هنا يسموها لا بول دو بارول، يعني هنا البقرة تتكلم، إذا لازم نستعمل هذا الشكل البيضاوي. أما الضفدع هنا راه يتكلم، يعني راه يفكر داخل دماغه، نديروها على شكل سحابة. إذا comme il est grand ce bœuf je veux être aussi grosse que lui، أريد أن أكون ضخما مثله. إذا هذه هي فيما يخص درس اليوم، درس يعني مكونات لا بيدي، بمعنى أنه لا بلانش، لي بيرسوناج، لي بول دو بارول، لي بول دو بونسي، لي بول دو ريف، أونوماتوبي إلى آخره. إذن في نهاية هذا الفيديو أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.